السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي زيكم، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل أكلة سريعة جميلة جدا، قيمتها الغذائية عالية، الولاد كلهم بيحبوها، وهي المكرونة بالخضار بالسوسيس. لو انتي تعبانة مش قادرة تعملي أكل، أو جاية من الشغل تعبانة، أو الولاد جايين من المدرسة متسربعين عاوزين ياكلوا، هتعملها لهم في وقت قصير جدا، وطعمها بيكون جميل بمقادير بسيطة جدا وبطريقة جميلة هتعجبك ان شاء الله. يلا نقول مقاديرنا مع بعض. انا عندي هنا كيس من المكرونة الاسباجيتي، ممكن تستعملي اي نوع مكرونة انت عاوزاها، وتعملي الكمية على حسب افراد الاسرة بتاعتك. عندي هنا انواع الخضار، عندي هنا بسلة وجزر، انا مديهم نص سلقة، وهكمل سوى البسلة مع المكرونة، لان انتوا عارفين ان البسلة بتغيب شوية في السوى. عندي فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل اصفر، سوسيس، ممكن تستعملي السجق، ممكن تستعملي قطع من الفراخ، اي نوع بروتين انت تحبيه عشان تبقى وجبه متكامله، ما تضطريش تعملي جنب المكرونه اي حاجه. في بقى ملحوظه كمان، لو انت حابه البصل مع المكرونه بتحطي بصلايه بتقطعيها جوانح، لكن انا يعني ما بفضلش البصل قوي مع المكرونه، يعني ما بحبش البصل مع المكرونه، بحب الثوم اكتر، فانا هعملها هنا الوصفه دي بالثوم. لكن انت لو حابه البصل تقدري برده تحطي بصل على الوصفه دي، هتبقى حلوه برده معاكي. عندي هنا عصير طماطم، عندي معلقه صلصه، عندي ثوم مهروس، هي اصل الصلصه بتاعه المكرونه الثوم. لو انت عاوزه تضيفي البصل اوكي تضيفي، مش عاوزه خلاص، بس حتى لو ضفتي البصل لازم تضيفي فصين ثوم مهروسين مع البصل، بتدي تيست حلو قوي للصوص بتاع المكرونه. عندي هنا التوابل بتاعتي، معلقه سكر، يعني هنقول معلقه سكر صغيره، بتعمل توازن في طعم المكرونه وبتدي طعم حلو قوي، مع نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الملح، وتظبطي طبعا الملح، معلقه كبيره من الزعتر الناشف، بيدي طعم حلو قوي، لو عندك كمان ريحان بيبقى جميل جدا مع انواع المكرونه دي. وعندي هنا جبنه موتزاريلا، هنحطها على الوش لما نيجي نقدمها، ويلا نقول هنعملها ازاي. اول خطوه يا جماعه في المكرونه دي، انا بجيب الطاسه او الحله بتاعتي، بحط فيها شويه زيت كده، بحط الثوم بتاعي، وطي بس العين عشان الثوم لونه ما يغيرش معايا، مش عاوزاه يغمق كده، احاول ما اخليش الثوم يغمق معايا اهو كده. انزل بقى بالسوسيس، انزل بكل الخضار عشان يتشوح وياخد من ريحة الثوم بالمنظر ده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تحفة، الولاد ان شاء الله هيعملوا اي هيحبوها، مفيدة كمان، فيها كل العناصر الغذائية اهو. اي نوع خضار عندك، نحط بس شوية زيت تاني، اي نوع خضار عندك شوح كده بالمنظر ده لحد ما الخضار يدبل معايا كده، وهرجع لكم تاني. اهو زي ما انتم شايفين الخضار بدا يدبل معايا اهو، بصوا اهو المنظر ده، والسوسيس بدا يستوي. احط بقى عصير الطماطم اهو المنظر ده، معلقه الصلصه بتاعتي والتوابل، تظبطي الملح يعني تدوقيها لو محتاجه ملح. تركه بقى في الموضوع ان انا هحط المكرونه زي ما هي كده بالمنظر ده، يعني انا بستسهل الطريقه دي، بس ده برضو بيتوقف على نوع المكرونه اللي انت بتستعمليها. لا يعني انت لو المكرونه اللي انت بتعوده تستعمليها بتنزل نشا، تقدري انك انت تسلقيها الاول، تنزلي النشا بتاعها وبعد كده يعني تحطيها لما الصوص يتسبك. لكن انا نوع المكرونه ده كويس، انا متعوده عليه، ما بينزلش يعني نشا، بتكون طعمها حلو جدا وسريعه عليا، ما اقعدش بقى اصفي واعمل مواعين كتير. بصوا بقى، واروح حاطه ايه شويه ميه اهو كده، هي هتستوي مع الصوص والخضار بالمنظر ده، ولما تستوي هوريكم شكلها هيكون عامل ازاي.
بصوا زي ما انتوا شايفين المكرونه اهي بتتهينه، حبيت اوريكم بس مراحل التسويه بتاعتها. انا زودت شويه ميه، بتزودي شويه ميه حبه بحبه، يعني ما تكبيش ميه كتير عشان ما تطلعش صيصه معاكي، على حسب ما المكرونه تحتاج. انا بس حبيت اوريكم اهو، بصوا وبعد ما تكتمل سواها هوريها لكم في الاخر. اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا استوت اهي. انا ما بحطش ميه كتير فيها، بحط شويه بشويه وبسويها على نار هاديه. بجد الطريقه بتاع تسويه المكرونه دي احلى من انك ما بتسلقيها، بتبقى شاربه من طعم الخضار وطعم الفراخ او السوسيس اللي انت حطاها او السجق او اي حاجه انت حطاها بروتين، بتبقى طعمها جميل جدا جدا. بصوا عامله زي مفلفله ازاي وجميله، بصوا مش معجنه ولا اي حاجه، والصوص بتاعها حلو اهو، ريحته بقى تحفه تحفه. هو يلا بقى هنشوف هنقدمها ازاي. كده استوت، يلا بقى نقدمها مع بعض. بص اهو انا غرفت المكرونه، مش قادره اكل ريحتها تحفه. احط بقى عليها الجبنه الموتزاريلا او جبنه شيدر، ميكس جبن، جبنه رومي، اللي يعجبك المتاح عندك. بصوا بقى منظرها عامل ازاي، بتتحدث عن نفسها. بصوا مش معجنه ازاي ولا اي حاجه، بصوا الجمال، بصوا جميله ازاي. انا بس حبيت ايه اوريها لكم، جميله جدا. الجبنه الموتزاريلا بقى من السخونيه هتسيح عليها، ان شاء الله تجربيها ولادك يحبوها. ولو عجبتك الوصفه يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير، ولو عايزين مزيد من الوصفات يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في وصفه جديده.